الفيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم على عنوانين مهمين جدا. العنوان الأول هو gastric motility والعنوان الثاني هو الفوميتنج. معاكم دكتور محمد فايز، هنشرح مع بعض العنوانين بالتفاصيل. في البداية gastric motility معناها حركة المعدة، بنتكلم عن الكونتراكشنز، عن البيريستالسيس. لكن قبل ما نتكلم عن ده لازم في الاول نبتدي ازاي المعده هتتملي بالاكل. يبقى اول نوع واول حركه عندي اسمها ريلاكسيشن. طبعا لازم الاستومك تتمدد، بس الاستومك ريلاكس بتوسع علشان تستقبل الأكل. ففي كلمة مهمة تتقال في الأول، ريسبتيف ريلاكسيشن. خلي بالك ريسبتيف يعني ريسيف، بيستقبل الأكل. ده هفكرك بمعلومة مهمة قلتها في أول فيديو في الجي اي تي. قلتلك من أحد البروبرتيز اوف ذا سموث ماسل هي بلاستيسيتي، ظاهرة المرونة. المعدة عاملة زي البلاستيك، البلاستيك تقدر تفرده وتتنيه تشكله زي ما انت عاوز، وهي دي الفكرة. ادي الاسوفيجس والاستومك بتاعتي. الاستومك جواها 20 أو 50 ملي فود ريزيديو. 50 ملي، خلي بالك الخمسين ملي دول ممكن يزيدوا الى 1000 ملي، وهنا ده رقم مهم جدا. يعني انا جوايا 50 ازودهم ل1000، بقايا لازم تبقى موجودة تحافظ على حد الأدنى من الضغط على الول. طيب 50 إلى 1000 معناها إن زادت سعة المعدة 20 مرة، 50 times 20. عايز مثال أوضح من كده على البلاستيسيتي؟ ده مهم جدا. تخيل المعدة كومبلاينت إزاي؟ كل ما تتملي بالأكل لا توسع أكتر زي البالونة، هتاخد كمان، فالضغط على الول عمال يقل. دي مهم قوي. طيب إيه فايدة الريسبتيف ريلاكسيشن؟ الفايدة إن أنا بقلل الانترا جاستريك بريشر، الضغط اللي جوه المعدة أنا بقلله. دي مهمة جدا. طيب سؤال مهم، ازاي المعدة قدرت تو ريلاكس؟ دايما في الفسيولوجي لازم تجاوب على سؤالين، الحاجة دي اهميتها ايه، والسؤال التاني حصلت ازاي. طيب الاستومك لما بتبقى ريلاكسد او عايزة انها توسع، المسؤول ان يبعت السيجنال of relaxation اهم نيرف في الجي اي تي. كل فيديو اقول لك اهم نيرف تروح انت قايل لي على طول فيجاس نيرف. يبقى اذا الافرنت بتاعي هو الفيجاس، هو اللي بلغ سيجنال الان، وهنعرف بلغها لمين. قال له خلي بالك المعده بتتمدد بتتملي بالاكل. طب يبلغ لمين؟ مين اللي مسؤول انه يعمل ريلاكسيشن للمعدة؟ اي طالب سمعني دلوقتي هيقول لي طالما وول اوف ذا ستومك يبقى احنا بنتكلم عن سيمباثيتك، هو اللي بيعمل ريلاكسيشن للول. وهنا اسألك سؤال بسيط قوي، هل السيمباثيتك ليه علاقة بالدايجيشن؟ تقول لي لا، ده هو انهبت الدايجيشن.
تفتكروا الفيجاس يبعتها لمين؟ فالفيجاس هيبعت سيجنال الى الفيجال نيوكليوس ان ذا ميدلا. ودي بقى الحاجه الغريبه، ابعت لفيجال يا دكتور الفيجاس لما هينزل من النيوكليوس الى الوول هينزل كإفرنت. اقول لك اه، وتقول لي ان الفيجاس ده اوتونوميك، خدناه في سنه اولى في الباراسيمباثيك كونتراكت ذا وول، وانت بتقول لنا ريلاكسيشن. فدكاتره الاناتومي قالوا لنا معلومه مهمه قوي، الفيجاس في نوعين من الفايبرز، فايبرز اوتونوميك تو كونتراكت، وده مش قصدي الان، وفايبرز تاني سوماتيك. سوماتيك دي بقول عليها فيجال انهيبيتوري فايبرز. يعني ايه انهيبيتوري؟ تو ريلاكس. دايما قاعده اساسيه، انهيبت ذا اورجان معناه تخليه يتمدد، اكسايتاتوري او ستيمولاتوري تخليه كونتراكت. يبقى انا بعت سيجنال لفوق الفيجال نيوكليس علشان يخرج منه فيجال انهيبيتوري فايبر تو ريلاكس ذا وول. دي مهمه قوي. طيب في سؤال، لو اكتر من لتر تتوقع يحصل ايه؟ هيزيد الضغط جوه المعده، ما هو الاستومك عندها كاباسيتي، عندها اقصى سعه، ما ينفعش تملاها لما لا نهايه. عشان كده لما توصل للتر تحس بصعوبه، تحس بضيق، ديسكمفورت، عدم راحه لو زاد عن 1 لتر ان ذا ستومك. طبعا طلبه كتيره تسال السؤال دلوقتي، دكتور لتر انت بتتكلم دايما على فوليومز، ده حجم فلويدز. اه ما هو الاكل بتاعنا جواه ميه، فما تستغربش لما اقول لك مور ذان 1 لتر. طيب يبقى دي اول حاجه ريسبتيف ريلاكسيشن. هتقول لي بس هل الفيجاس هو الوحيد اللي مسؤول عن كده؟ اقول لك لا، ريسبتيف ريلاكسيشن بيحصل بحاجتين، فيجاس باللونج ريفلكس بتاعه، دايما الفيجاس شغال لي لونج، يبعت سيجنال من الاستومك للبرين ستيم وينزل كإفرنت، فيجو فيجال ريفلكس، طالع فيجاس ونازل فيجاس يبقى فيجو فيجال. طيب مين التاني؟ التاني هو الانترنسك بلاكسس. فاكر لما المعدة بيحصل لها ستريتش، هو المعدة ليه بقت ستريتشد ممطوطة؟ ليه بتتمدد؟ لان في اكل، كل ما الفود يضغط على الول بالاسهم دي، انت بتضغط على الانترنسك بلاكسس اللي موجودة في الول، الشبكة اللي ما بين السيركولر واللونجيتيودينال ماسل لير اللي رسمناها في الفيديو التاني في الجي اي تي. الشبكة دي قلنا فيها تلات انواع من الاعصاب، انبوت يحس لأفرنت يحس بالديستنشن، وعندنا اوت بوت نيورون. فاكر قلت لك الاوت بوت قدامه حل من اتنين، يا اما يطلع اكسايتاتوري ترانسميتر، تقول لي لا مش هو ده اللي انت قصدك عليه، لان لو اكسايتاتوري هتعمل ايه في الول؟ كونتراكشن. انا مش عايز الول تو كونتراكت، انا عايز الول تو ريلاكس. عشان كده نقول ان رقم اتنين انترنسك بلاكسس اللي هي الاوت بوت نيورونز هيطلع انهيبيتوري ترانسميتر. واتفقنا انهيبيتوري تساوي ريلاكسيشن.
عشان كده الريسبتيف ريلاكسيشن حصل بحاجتين، بفيجاس وانترنسك بلاكسس. دي النقطة الأولى. طيب العنوان الثاني، الاستومك اتمددت علشان تتملي بالأكل كأنها بالونة بتتنفخ. طب البالونة دي بتتنفخ ليه؟ تقول لي في الأول تخزن طبعا، وبعد ما تخزن كونتراكت وتعمل بيريستالسيس، وبعد البيريستالسيس ميكسينج، خطواتنا العادية. طيب نتكلم دلوقتي على جاستريك ستورج. قبل ما اتكلم على التخزين لازم نتكلم عن اناتومي بسيط جدا. المعدة بتاعتنا بتنقسم الى 3 اجزاء، هنيجي نرسمهم مع بعض. طاقية فوق اللي هو اللي انا بظلله، وجزء كبير هنا، وجزء هنا، 3 اجزاء. الطاقية اللي فوق هنيجي نسميها كلمة فندس، اهي دي الطاقية، وهنا اسمه بادي، جسم الاستومك. والجزء الثالث والاخير اللي حاطط عليه الماركر هو المدخل لمكان اسمه بايلورس، هو المدخل، مدخل سموه انترم، افتكرها بالكلمة الفرنش المشهورة انتري، ادخل. طيب تليه رسمت لنا الجزء الاناتومي ده عشان اعرفك حاجة مهمة. الستورج بيتحكم فيه هو البيس ميكر. فاكر لما جيت رسمت قبل كده وقلت لك ان البيس ميكر او منظم الضربات موجود في منتصف الجريتر كيرفيتشر. ستومك ليها تو كيرفز، سمولر او لسر الصغير ده، والجريتر الكبير ده. طيب هنا واضح من الرسمة ان البيس ميكر عند البادي. طبعا في كتب تقولك البيس ميكر يبدأ من الفندس، يعني مرة يقولك ده عند البادي اساسا، وكتب تانية تقول لا يبدأ من الفندس. طيب لو التزمنا بكتب قسم الفسيولوجي في كليات كتيرة، معظمهم قالوا ان البيس ميكر يبدأ هنا من الفندس، يبدأ من فوق. طيب طالما انت قلت بيس ميكر، دكتور عندنا كذا سؤال ليك. اولا انت ليه ذكرت البيس ميكر مع موضوع الموتيليتي؟ هفكرك، قلت في الفيديوهات السابقة ان البيس ميكر ليه ويفز بطيئة شغالة اوتوماتيك، يعني البيس ميكر كان ليه 3 ويفز، ادي 1 2 3 موجات، وقلت لك ان الموجات دول سلو ويفز وسميتهم بيزك الكتريك ريزم. فاكر هو الاساسي، حاجة اوتوماتيك شغالة طول الوقت. قلت لك ان الويفز دي لا تكفي لوصولنا للفايرنج ليفل، حتى رسمت خط منقط كده وقلت لك ان الويفز تحته، المنقط هو الفايرنج ليفل، لا لسه الويف ما عملتش اكشن بوتنشال، كانها لوكال بوتنشال، محتاجة استيمولس تاني. تمام، استيمولس التاني يجي منين؟ افتكر الفيديو اللي فات قلت لك يا ميكانيكال، اكل بيضغط على الوول اللي فيها البيسميكر، اهو البرشر بالاسهم على الوول، انا بضغط اهو، الضغطة دي توصل السلو ويف الى الفايرنج ليفل، وحتى رسمت سبايك بوتنشال اهو،
قلت لك يتحول إلى أكشن بوتنشال. الضغطة دي هو الاستيمولس التاني أو نيرفس أو هرمونال، وده مش موضوعنا دلوقتي. طيب الفندس نفسه لما جينا دورنا لقينا ان الفندس ده جواه جاز and no food، هو ما فيهوش اكل. لا، الاكل ما بيتخزنش في الفندس. طب يا دكتور، طب ايه حكمة ان البيس ميكر موجود في الفندس؟ اقول لك ليه. البيس ميكر سلو ويفز، طالما انت بطيء ابدأ الرحلة من بدايتها. فندس بادي انترم، دايما الكونتراكشنز لازم تبدأ من البداية. هتقول لي طيب برضو ايه علاقة الكونتراكشنز؟ البيزك الكتريك ريزم اتفقنا ان ليه تلاتة ويفز، فاكر؟ انهيرنت ريزم اوف كونتراكشن، الطبيعي بتاعه، الوراثة، هو في العادي كأوتوماتيك كأنه وارث خاصية. أنا ليا تلات موجات. هتقولي بس التلات موجات دول لوكال ما وصلوش لفايرنج، محتاجين ستيمولس تاني عشان يبقوا أكشن بوتنشال. أول ما يجي الستيمولس التاني التلاتة ويفز يعملوا تلاتة كونتراكشنز. وعايزك تفتكر المقارنة اللي أنا قلتها لك، إن عدد الكونتراكشنز يحددها سلو ويف، لكن السبايك بوتنشال هو اللي يحدد شدة الكونتراكشن. فاكرين لما عملت مقارنة بين سلو ويف اند سبايك بوتنشال؟ أيوة، عدد الانقباضات الأوتوماتيك اللي هتحصل يحددها بيس ميكر. هتقول لي لسه ما حصلتش، هتحصل بالميكانيكال بالبريشر اوف فود. عشان كده الويف لو جينا بصينا مشت ببطء في الفندس، نزلت في البادي ومشت ببطء، تسرع فين؟ تسرع هنا في اخر جزء في الانترم. البدايه بطيئة. بص على عملت كمسة، ده رمز للبطء، لكن في نهاية الاستومك سريعة. هتقول لي الله، يعني افهم من كلامك ان البادي هيخزن الاكل؟ اقول لك اه. والانترم يخزن؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ البادي يخزن اكل بس نو ميكسينج، يعني في البادي مش هعمل ميكس للأكل بالجاستريك جوس، مفيش مزيج ما بين لقمة الأكل والعصارة أو الإفرازات، لا مفيش ميكس. طيب في الأنترم أنت عندك ميكسينج قوي. وعايز أفكرك بتشبيه قلته في فيديوهات سابقة، الأكل اللي جوه المعدة البولس او لقمة الاكل لازم تخلطها بجاستريك جوس، اعتبر دي البولس او العجينة. عشان تبقى عجينة لازم البولس يكون حواليها مية، حواليها افرازات سكريشنز. السكريشنز ده هو ال HCL اللي بيتفرز من الاستومك. هنقول الكلام ده الفيديو اللي جاي. يعني ال HCL هو الازرق والاسود هو البولس. طيب ايه فايدة ال HCL؟ ليه نطلعه؟ عشان اكسر البولس الى سمول بارتيكلز. HCL يعقم المعدة، ده مهم قوي. ده فايدة الميكسينج اللي احنا عايزين نتكلم عليه. يعني الاتنين زائد بعض يساوي كلمة قايم، العجينة. يعني قايم هو البولس بلس HCL،
زي بالظبط اللي بتعمل كيكة. الكيكة فيها دقيق وفانيليا وبيكنج باودر، ولازم يتحط عليها لبن، وتست تعجن الكلام ده كله. ليه؟ عشان يبقى فيها مرونة. العجينة دي اقدر اشكلها وافردها في الصينية. ده مهم قوي الكلام ده. عشان كده يقولك القايم بيبقى فين؟ في الانترم. طب الانترم مطالب دلوقتي بايه؟ مطالب بسترونج بيريستالتيك كونتراكشن. حتى لاحظ عظمة ربنا هنا. البادي السرعة فيه بطيئة قوي، البريستالسز بطيء، ده ما عندوش ميكسينج. انا عايزك تتأمل في معنى مهم جدا الان. طالما ما عندكش ميكسينج يبقى انت ما عندكش بريستالسز قوي. ازاي يكون في قوة دفع من غير ميكس؟ تيجي ازاي؟ هو انا بزق الاكل وخلاص، ولا بزقه مع جاستريك جوس؟ لا، انا محتاج افرازات سكريشن، ومعظم السكريشن ده ميه. مهم جدا. عشان كده نقول معلومه مهمه، ان البادي في كلمتين، نو ميكس زائد ويك بيريستالسز، الحركه بتاعتك ضعيفه جدا. البيريستالسز كونتراكشن بيهايند ريلاكسيشن ان فرونت، حركه الدوديه ضعيفه. تعال بقى على الانترم المرحله الاخيره، تلاقي لا عندك الاثنين، عندك ميكس وعندك سترونج بيريستالس. عندي حركه دوديه قويه جدا، ودي تفرق معايا. ليه قويه؟ لان انا هنا عندي باب ضيق اسمه بايلورس، عايز ازق القايم الى الديودينوم. ما هو الديودينوم هو التكمله بتاعت الاستمك، بدايه السمول انتستين. انا عايز ازق للمكان ده. بس اقول لك على حاجه مهمه قوي، الباب الضيق ده ما بيعديش كل القايم مره واحده، وده شيء طبيعي. لو كل العجينه هنا اتنقلت للديودينوم مره واحده كان الهضم حصل بسرعه شديده. الدايجيشن بياخد 6 ساعات على اساس ايه؟ هنقول دلوقتي. فبالتالي اول حاجه لازم تعدي هو الفلويد، هو السائل، ميه تعدي بسهوله. عشان كده يقول لك بايلوريك سفنكتر، او المحبس اللي انا حاطط صباعي عليه، از تونيك كونتراكتد، مقفول طول الوقت، لكن بيفتح بشرطين. لو معدي هنا ميه فلويد، الميه سريعه جدا تعدي بسهوله، فيها كايناتيك انرجي عاليه، بالاضافه الفلويديتي ليها عامل في الجاستريك امتينج اللي انا هقوله باذن الله، ان المعده تفضي اسرع لو مليانه ميه اكتر، وتفضي ببطء لو مليانه سوليد فود. كل ما يكون فيه الهبر لحمه قطع كتيره جوه المعده، صعوبه شديده انك تفضيها في ديودينوم، الباب ضيق. طب سؤالنا يا دكتور دلوقتي مش على الاكل او الحاجه الفلويد، سؤالنا على الحاجه السوليد، ازاي نتخلص منها؟ احنا اقتنعنا ان احنا هنتاخر وهنبذل مجهود، طب ايه اللي هيحصل؟ بص بقى معايا في نقطة جميلة جدا دلوقتي. بالنسبة لي وصل البولس إلى المكان ده،
الباب ضيق اللي هي الدايره الحمراء ده البايلوريك سفنكتر، الباب ضيق هتقدر تعدي يا سك قايم عجينه تخينه لزجه ما قدرتش. طب ليه ما قدرتش؟ لان قوام العجينه، لا العجينه محتاجه سكريشن كمان. وصلت عند الباب عارفين وعملت ايه؟ رحت لفيت الى البادي والبادي وداني للانترم وعملت ايه؟ قمت روح رجعت تاني اهي. يعني هو سهم كده وسهم كده، شوف يرجع تاني للبادي والانترم، فالانترم يقول له انا هعمل لك ميكس مع اتش سي ال جديد ما تقلقش، والانترم يعمل سترونج بيري ستالسس ينقبض وكونتراكت بقوه شديده كانك بتزق واحد تخين من باب ضيق، تخيل كانه اتحشر فكلنا بنزقه يلا اطلع. سموا الحكايه دي ايه؟ سموها اسم جميل قوي، ريترو. ريترو يعني الرجوع بالخلف، ريترو بالشن. والطالب اللي سمعني دلوقتي يقول لي يا دكتور احنا خدنا برو بالشن، قوة دفع أمامية. طب يعني ريترو؟ يعني سيك قايم، تلف وترجع تاني للبادي والأنترم فور مور ميكس تو سترونج بيري ستالسس، علشان نعمل لها فورسد كونتراكشن لازم تعدي. هقول لك على تشبيه الكلام ده، اعتبرنا البولس اوف فود او القايم بالظبط كانه جوه خلاط، المعده خلاط. ايوه لما تحب تعمل عصير جوافه مثلا تحط الجوافه، هل انت بتحط الجوافه جوه الخلاط من غير ميه؟ لا، لازم يبقى فيه فلويديتي. اهو الميه اللي جوه الخلاط هو الاتش سي ال، انا بعمل لها ميكس. ما ينفعش تعدي وتبقى سائل كده، لازم اعمل لها قوام معين. هتقول لي طيب ودوسنا على الزرار الخلاط شغلناه تلاقي بيلف وتقفل، تلاقي لسه في قطع جوافه لسه موجودة، فتيجي تدوس تاني على الزر وتلف الخلاط تاني علشان خاطر الكل يبقى فلويد. نفس فكرة الاستومك عملتها، عملناها في الخلاط، هي نفس الفكرة. الأكل يجي هنا ويلف ويرجع كأنه خلاط بالظبط عشان يعدي من فتحة البايلورس الضيقة. معلومة مهمة مش متقالة في كتب كتيرة في السيولوجي معاكم، لازم الديامتر of the قايم يكون أقل من 1 مليمتر. تخيل يعني يلف ويرجع وميكس وبرستالسس، ها لسه قطرك أكبر من 1 مليمتر. تقول لي آه ما ينفعش، لف ورجع تاني وتفتت وتكسر واتش سي ال تاني لغايه لما يبقى الديامتر بتاعك كده، ثم يحصل بيريستالسيس. يبقى احنا اتكلمنا لغايه دلوقتي ريسبتيف ريلاكسيشن، اول انواع الحركه. رقم 2 جاستريك ستورج، اتكلمنا على البيس ميكر. 3 ميكسينج، والميكسنج مقترن بسترونج بيري ستالسيس. وتأمل في عظمة ربنا، البريستالسيس بدأ بطيء ثم سريع، وده شيء طبيعي. تخيل كأنه سباق 100 متر اللي أخدته في سنة أولى، سباق الميت متر بتبتدي بالراحة وسرعتك تزيد في آخر السبق. القايم عملت كده، قالت أبدأ بطيئا وأنتهي سريعا. هتقولي طب وبرضو السرعة
في النهاية ليه؟ لأن قصادك مقاومة عالية. كلنا عارفين من سنة أولى كل ما يزيد الريزيستنس لازم لازم تزود من سرعتك للتغلب عليها، فدي مهمة قوي. طيب كده قلنا ثلاثة. النقطة الرابعة جاستريك امبتينج، احنا عايزين نفضي المعدة. هتقول لي يا دكتور ما خلاص ما البريستالسس حصل وفضينا المعدة. اقول لك مش ده قصدي، انا قصدي فاكتورز افكتنج ذا جاستريك امتينج، وده مهم جدا. المعدة دي بتفضي الاكل ازاي؟ ايه الفاكتورز اللي تزودها والفاكتورز اللي تقللها؟ يبقى دي رقم أربعة، جاستريك امتينج، التفضية. طبعا الفاكتورز عندك عوامل في المعدة نفسها وعوامل في الديودينم اللي هيستقبل القيم وعوامل خارجية. يبقى هبتدي أول حاجة بكلمة جاستريك ثم ديودينال وفي الآخر external أو outside the GIT. طيب لما سألنا الاستومك انت بتفضي بسرعة على أساس ايه؟ قالت أول حاجة fluidity. طبعا كل ما يكون الأكلة فيها مية كتير أو بتشرب سوائل كتير كل ما الامتينج يكون أسرع، وده منطقي جدا. طيب رقم اتنين حجم القيم، the volume of the قيم. هتقولي الكلام ده انت شرحته. الفوليوم كل ما بيزيد الفوليوم معناه انه حصل distension للمعدة. طب ما هو distension هيشتغل الفيجاس، هنا الفيجاس هيشتغل كأوتونوميك، هيبعت افرنت لكن الإفرنت اللي نازل أوتونوميك يعمل كونتراكشن للوول، ده مهم قوي. طيب وهل الوول يبقى كونتراكتد بحاجة تانية غير فيجاس؟ أنا عندي انترنسك بلاكسس، شبكة الأعصاب دي بتطلع اكسايتاتوري نيورونز أسيتايل كولين. طب ده بيساعد على الجاستريك امتينج. دايما الطالب الشاطر اول ما تقول له امتينج يفكر نيرفس، والنيرفس دي يقول لك عنوانين، نيرفس داخليه ونيرفس خارجيه ليها علاقه بالامتينج. وتاني حاجه هرمونال، دايما اتعودوا معايا في الجي اي تي فيديوهاته هنا الكلمه نيرفس هرمونال، فاكرين ما عدا السلايفا كانت نيرفس فقط. الهرمون اللي بيساعد على الكونتراكشن اوف ذا وول اوف ستومك والموتيليتي هو الجاسترين، ده مهم قوي وده هنقوله الفيديو اللي جاي. ده طالع من خلايا معينه في الاستومك بيساعد على حركه المعده، الحركه السريعه مهمه قوي. يبقى ده فوليوم قايم. واقول لك على حاجه ثالثه مهمه قوي في الاستومك، انت قلت فلويديتي وقلت فوليوم قايم، نوع الاكله تايب اوف ذا فود، وده مهم جدا. ليه؟ لو انا اكلت بروتين البروتين هيتاخر الامتينج بتاعه، لو كلت دهون اكله دهنيه يتأخر تفضية المعدة أكتر وأكتر، يعني أكتر أكل يتأخر الامتينج بتاعه هو الفات. فات صعب جدا إنك تتخلص منه، لا ما ينفعش بسرعة. عشان كده الناس يقولوا جملة في الشارع جميلة قوي، الأكل كابس على نفسي. كابس على نفسي دي معناها
بياخد وقت طويل في الدايجيشن. فدي مهمة جدا. يبقى عندي ثلاثة فاكتورز يتحكموا في الجاستريك امتيك. طيب نيجي للديودينال فاكتورز. عايزك تبص معايا. ده الديودينام بتاعي اهو. وطبعا ده كلنا عارفين طبعا ده هنا البايلورس عادي، ودي الاستومك العادية بتاعتي، ده الاستومك. تخيل الديودينام ده، وده أول جزء في السمول انتستن، مليان بفات، أكلة دهنية وصلت إلى الديودينام. طب إيه اللي يحصل؟ الديودينام اتنفخ، مليان دلوقتي بالأكلة دي، بقى استريتشد، بقى دايليتد أهو، اتنفخ، اللي هي الدوت الزرقاء دي. طب لما اتنفخ هل عاوز يستقبل قايم جديدة جياله من الاستومك؟ تقولي بالمنطق لا. يبقى وجود فات يعمل ايه؟ يأخر الجاستريك امتينج. انا بقلل الامتينج، ديلي. ما ينفعش، اهدي شوية يا معدة عليا، ما ينفعش تفضيلي اكل بسرعة، انا ما تخلصتش من اللي عندي. يبقى دي اول فاكتور في ديودينو. طيب هتقولي طب الكلام ده يحصل ازاي؟ لسه هنقول، بس احنا بنعرض المشكلة. رقم اتنين، الديودينام جواه اسيد زيادة. الاسيد او الاسيديتي، المنطق طالما في اسيد ما ينفعش استقبل قايم. تقول لي ليه؟ لان القايم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بولس زائد HCl. تخيل HCl يجيلي وده اسيد على الاسيد اللي موجود عندي، ينفع؟ تقول لي لا ما ينفعش، لازم في البداية to neutralize the acid، لازم نعدله، نقلل من خطورته قبل ما نستقبل اسيد جديد. يبقى دي تاني مشكلة برضو هتأخر الجاستريك امتينج. تالت نقطة في الديودينام، رقم تلاتة، تخيل الديودينام اتملى بهايبر تونيك سوليوشن. وهنا تقول لي يعني ايه؟ كلنا عارفين الكلمه دي من سنه اولى. هايبر تونيك معناها تركيز الملح جوه الديودينام عالي. طب لو في ملح عالي ايه اللي يحصل؟ هيسحب ووتر من الدم باي اوزموزس. اينما يوجد تركيز الملح العالي يشد ورا ميه. تقول لي طب وايه المشكله؟ لا ده مشكله، كل ما تسحب ميه كتيره من الفاسلز من البلازما انت بتقلل من ضغط الدم، تعمل سيفير هايبو تنشن، ضغط الدم وطي جدا. طب وايه يعني؟ لا، البلاد فلو اللي رايح للانسجه يعتمد على ضغط الدم، طالما قليل يبقى مش هتقدر توزع لبقية التيشوز، فتدخل في حاجة اسمها شوك، الصدمة. وعشان كده لازم الامتينج يكون بالراحة. هايبرتونيك ما ينفعش اسحب مية بسرعة، لا، لازم الامتينج يكون بطيء جدا. اقول لك رقم أربعة، أوزمولاريتي، وجود جلوكوز. تخيل في هنا جلوكوز كتير، معروف ان الجلوكوز بيشد وراه ميه، نفس الفكره، انا لازم ااخر الجاستريك امتينج. ما انا كل ما هشد ميه كل ما الديودينام استريتشت يتمدد يتنفخ، فلازم يبعت سيجنال اشاره للاستومك. وهنا بقى هنشوف ردة الفعل. لما يحصل استريتش في الديودينام
عملت ستريتش للوول، الجدار تمدد. تقول لي طيب وايه المشكله؟ الوول جواه انترنسك بلكسس اللي قلناها في الفيديو التاني، رسمناها هيستولوجي. طب الانترنسك بلكسس تعمل ايه؟ ركزوا بقى معايا على الرسمه اللي انا هعملها دلوقتي. ادي البلكسس في الوول اوف ذا ديودينوم اهي، اللي انا عاملها باللون الاحمر اهي. تروح البلكسس وتعمل انهيبيشن، تطلع انهيبيتوري ترانسميتر، مش هي ليها اوت بوت ولا لا، تطلع انهيبيتوري على الوول تقول له لا كفايه امتنج، اعمل ريلاكسيشن. يبقى هو انتر نيورون او سينابس، اتصالات كتيره، اعصاب كتيره من الانترنسك بلكسس اللي موجوده في الوول اوف ذا ديودينوم، اللي حس بالستريتش يطلع انهيبيتوري ترانسميتر على الوول اوف ذا ستومك. كانها رحله نروح للستومك، نخبط على بابه، نقول له كفايه لازم تعمل ريلاكسيشن. وطالما هتوسع يبقى بالمنطق احنا اخرنا الجاستريك امتينج بتاعك. دي طريقه في غايه الجمال. خلي بالك ان الانهيبيتوري نيورونز هتقلل الانترال بيريستالسيس. لسه قايلين الكلام ده دلوقتي. الانترم في انقباضات وبيريستالسيس قويه عشان تو فورس ذا كايم ثرو ذا كلوزد بايلورس، ودي نقطه مهمه قوي. فاحنا هنقلل من قوتك ومن سرعتك، بطأ، ودي مهمه قوي. عشان كده نقول رده الفعل هنا ايه؟ نيرفس. اللي انت بتقوله نيرفس ده عباره عن نيورونز انترنسك بلكسس، ده مهم قوي. واذا ذكر النيرفس الاول لازم تعرف انه حاجتين. دايما لما تقول نيرفس في الجي اي تي افتكر عنوانين، يا ترى نيرفس شورت ريفلكس ولا لونج ريفلكس. يعني ايه شورت ريفلكس؟ معناها قدرنا نتصرف لوكال محلي، ديودينم جنب الاستومك، ما تحركناش بره الجي اي تي. فاكر في احد الفيديوهات قلت لك شورت ريفلكس بمعنى كل الكومبوننت اوف ريفلكس ارك انسايد ذا وول، من اول ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس، كلها جوه الجدار عندك، احنا ما خرجناش بره. ودي معلومه مهمه لازم تبقى فاهمها، ما طلعناش بره يبقى ده شورت. طب يعني ايه لونج؟ نبعت سيجنال للبرين ستيم، والبرين ستيم ينزل لنا سيجنال، ده اسمه لونج ريفلكس، الخروج بره الجي اي تي بافرنت يعتبر لونج. طب تعال اسالك سؤال دلوقتي، اللونج ريفلكس ده تتوقع يتم تنفيذه بمين؟ قبل ما يتم تنفيذه مين اللي يبعت سيجنال؟ فيكس. هو انا عندي غيره على طول؟ افرنت از فيجاس، ده حتى الفيجاس كان افرنت في الفارينجيال فيز اوف سوالوينج، مش عاتق، اهم بارا سمباثيتك نيرف في الجي اي تي. طيب الافرنت تتوقع ايه؟ سمباثيتك، وده بالمنطق، انت هنا عايز تعمل ريلاكسيشن للول، ده وظيفة السمباثاتيك اللي خدته في اوتونوميك سنة أولى، يبقى ده نيرفس. طيب هل النيرفس ده ليه اسم؟
تعالوا نستنتج اسمه دلوقتي. الانتستين خرج منها نيورونز اللي هي الحمرة دي عشان تنهبت تبطأ علامة الماينس الجاستريك امتينج. يعني معنى كده بدأنا في الانتستين وانعكست على الاستومك. قالوا هنسميها اسم جميل انتيرو جاستريك ريفلكس. ودي جميلة جدا. كلمة انتيرو معناها انتستن باللغة اللاتيني. جاستريك هو المعدة. جرى العرف في الطب ان الكلمة الاولى تؤثر على الكلمة التانية. ايه اللي في الانتستن اللي بطأ الجاستريك امتي؟ تروح انت قايل فات اسيد زيادة، هايبر تونيك سوليوشن، اوزمولاريتي عالية، الرباعي ده انتيرو جاستريك ريفلكس. ما تنساش انه ليه شورت اند لونج ميكانيزم. واتفقنا مع بعض والبورد قايلة اذا ذكر النيرفس لازم تقول لي بعدها هرمونال افكت. بمعنى الانتستين بيتفرز في الوول بتاعها هرمونز تبطأ الجاستريك امتينج. وانا هخليك تركز فيها دلوقتي. هنرسم رسمة الان في منتهى الاهمية. كل الكلام ده انا ما زلت في الديودينال فاكتورز، انا عايز اخر الجاستريك امتينج. فبصوا معايا هنعمل ايه. ده الديودينم بتاعي. افكرك برسمة قلتها في فيديو من الفيديوهات. الوول اوف الاستومك طبعا فيها الميوكوزا. فاكرين لما جينا رسمنا ادي الوول طالعة ونازلة وهو قلتلك ده الميوكوزا. وجيت عندي الميوكوزا وقلتلك ده فيه اندوكراينال سيلز اللي انا هاجي اعملها باللون الازرق ده اندوكراينال. اندوكراينال سيلز. والاندوكراينال سيلز هو اللي بيفرز هرمونز. طب ما هو ده موجود في الوول. فانا عندي دلوقتي هرمونز بتتفرز في الوول. على فكرة الهرمونز دي طالعة من سيلز اسمها امين بريكيرسر ابتيك اند دي كاربوكسيليشن سيل. اسمها طويل قوي وهيستولوجي. سيلز اساسها امين بريكيرسر لامين، ولو شلت منها سي او 2 هتكون هرمونز. حتى اختصارها هو اول حرف من كل كلمة A P U و D D. حتى اقولك اسمها A P U D دلعها عبود. في مكان في مصر اسمه عبود وليه موقف ميكروباص في رمسيس. افتكر اول ما الراجل ينده عبود افتكر A P U D. هو ده الاوريجين لكل الانتستينال هرمونز. هنقولها في فيديو قادم. العبود ده منه انواع. يقول لك اس سيل او كي سيل او دي سيل. يعني ليها رموز وكل رمز منهم بيفرز هرمون معين. وهدي لك مثال. الاس مثلا يطلع هرمون اسمه سكريتين. اسمه باين ده بيعمل سكريشن افرازات. طب افرازات لايه؟ تعالى في الاول نفكر نفسنا بحاجة. ان في اتش سي ال مع البولس عايز يتحرك الى الديودينم. الديودينم قالت له لا ما ينفعش. ليه؟ لان لو الـ HCL ده
زاد عندي ممكن ياكل الميوكوزا بتاعتي. انا خايف من ألسر، وده الفيديو اللي جاي اللي هنشرحه. انا خايف من قرحة. اشهر مكان للقرحة عندنا هو ديودينو. طب طالما خايف، فين بقى الوسائل المواجهة؟ هتواجه بايه؟ فربنا عمل حاجة عظيمة جدا، خلى البايلوريك سفنكتر يقفل. هتقولي طب ما هو كونتراكتد طول الوقت. لا، ده طول القفلة بتاعته قوي. قال له حتى لو عندك هنا قايم كتير، لا ما ينفعش يعدي. زي بالظبط لو انت واحد بلطجي عايز يدخل البيت عندك، عايز يخترقه، يدخل يكسر الباب ويخش، بتعمل ايه؟ لازم تحط عند الباب كل عفش البيت، كل حاجة، تقفل المدخل بتاعك كويس جدا، وتفكر انا هواجهه ازاي، استخبى فين عشان لو دخل اضربه. نفس الفكرة عملها هرمونز طالعة من عبود، سكريتين زائد هرمون تاني اسمه كولي سيستو كاينين. عايزك تتأمل معنى الهرمون عشان هنذكره كتير بعدين. كلمة كولي سيستو كلمة لاتيني معناها مرارة، جول بلادر. طب وكاينين معناها كونتراكشن او انقباض، يعني الهرمون ده كونتراكت ذا جول بلادر. هتقول لي الله، طب ليه الجول بلادر او المراره ايه اللي جواها؟ مخزنه بايل. تقول لي ماشي، طب انا لما اعمل كونتراكشن اهي مكان النقط دي انا هخرج البايل. طب والبايل ده بيساعد على الفات دايجيشن اند ابزوربشن. تقول لي يا دكتور انا فهمت، احد العوامل اللي ملت الديودينم هو الفات. الفات انت قلت انه بيأخر الجاستريك امتينج. اقول لك اه، فالاكلة الدهنية تمام هتضغط على الول، على عبود سل، تخليه يفرز كوليسيستو كاينين، يروح يشتغل على الجول بلادر، يخرج البايل، يساعد على الفات دايجيشن. طب وهو هضم الدهون بياخد وقت، عشان كده الكوليسيستو كاينين هو وصديقه السكريتين قالوا احنا الاتنين هنروح نشغل البنكرياس، ودي مهمة قوي. طب ليه؟ يعني سي سي كي، خلي بالك سي سي كي ده اختصار كولي سيستو كاينين ومعاه السكريتين اللي خارجين من الول اوف الديودينم. هما مشوا في البلاد فيسل. حتى في رسمة الهيستولوجي في الفيديو التاني رسمت لك بلاد فيسل جنب الميوكوزا كأنه ممر أو معبر، افرز هرمون ومشيه راح للبنكرياس. البنكرياس ليه نوعين من الإفرازات، اندوكراين مالناش دعوه بيه دلوقتي طلع انسولين، واكسوكراين. الاكسو بقى يطلع صوديوم باي كربونيت، بيكربونات الصوديوم. نقول له انا عاوزك، انا عاوز ازود الافراز بتاعك، دخله هنا عندي اهو، دخله عندي في ديودينوم. طب ليه؟ صوديوم بيكربونيت اكت از ابفر، هو اللي هيعادل الاتش سي ال. يعني انا قفلت البايلوريك سفنكتر سكريتين وسي سي كي علشان اواجه العدو. العدو هو اتش سي ال، هو ده اللي انا خايف منه.
يعمل لي ألسر قرحة في الجدار، اقفل الباب واجهز. وهنا المواجهة، رحنا شغلنا البنكرياس، طلعنا صوديوم باي كربونيت تو نيوترالايز ال HCL. هتقول لي طيب وازاي نعادل ال HCL ده؟ ما هو بعد ما انت جهزت البفر افتح الباب ولا يهمنا، عدي يا HCL في انتظارك صوديوم باي كربونيت. وايه يعني انت عديت؟ هحولك من سترونج اسيد الى ويك اسيد. هتقول لي الله يحولني ازاي؟ تعال نعمل المعادلة الجميلة اللي خدناها زمان في المدرسة. لما يكون عندك سترونج اسيد زي HCL هتمسكه في قاعدة ضعيفة في ويك بيز زي صوديوم باي كربونيت. ال NA يمسك في CL يبقى NaCl زائد. ال HD هتمسك في الباقي HCO3 يبقى H2CO3 كربونيك أسيد. يعني أنا حولت الأسيد القوي ده إلى أسيد ضعيف، فقدرت أقلل من خطورته. علشان كده قالوا طب ما هو السي سي كي والسكرتين أنا عايز أطلق عليهم اسم عام، هم أولاد أب واحد، أبوهم اسمه إيه؟ انتيرو جاسترون، ده الاسم العام عندنا. خلي بالك انتيرو معناها انتست، وزي ما قلت هنا بكرر هنا الكلمة الأولى انتيرو انعكست على التانية جاسترو، الانتستن اتملت بفات كتيرة فطلع السي سي كي كوليسيستوكاينين بمساعدة السكريتين، قفلنا البايلوريك سفنكتر وعملنا خطة تجهيز، شغلنا البنكرياس عشان يفرز صوديوم باي كربونيت يدخل عندنا، ولما يدخل عندنا خلاص المشكلة اتحلت. ولو انت فاكر هيستولوجي من تاني فيديو، انا عندي الميوكوزا رسمت نوعين من السيلز، اندوكراين واكسوكراين. دايما اكسو خارجي بفرز حاجة لبرة، صوديوم باي كربونيت لازم يبقى موجود، فسميها ايه؟ انتيرو جاسترون، ده اسم العيلة اللي يشمل الاتنين. وحتى لاحظ اون معناه هرمون، حتى اخر تلات حروف انتيرو جاسترون. يبقى اذا الديودينم ازاي يتصرف؟ نيرفس انتيرو جاستريك ريفلكس، ده ردة فعل شورت ولونج، وكمان هرمونال انتيرو جاسترون. على فكرة الديودينم مش بيفرز بس الحاجات اللي انا قلتها، ده كمان بيفرز لك هرمونز تانية هنقولها في فيديوهات قادمة. ده هتعرف معايا في هرمون متخصص للفات وهرمون متخصص للبروتين والكربوهيدرات. طيب نيجي بقى للجزئية دي outside the digestive system. ايه الفاكتور اللي يتحكم ان الاستومك تفضي او لا؟ مش بتكلم على استومك او ديودينو، فبنتكلم على عوامل نفسية. دايما مع العوامل النفسية جميع الاحتمالات قائمة. تقول لي يعني ايه؟ في الايموشنز هنيجي نقسمها الى حاجتين ودي مهمة قوي، مايلد ايموشن وسيفير ايموشن. كلمة مايلد معناها خفيفة قوي، مش مشاعر جامدة، انفعالات بسيطة. في الانفعالات
البسيطه بيشتغل السمباثيك، ودي لازم تكون عارفها. في الانفعالات الشديده اقول لك على حاجه تستغرب لها جدا، يشتغل البارا سمباثيك. تقول لي ازاي يا دكتور؟ احنا خدنا في اوتونوميك سنه اولى انه اي ايموشن او ستريس شغال سمباثيك. انت جاي دلوقتي تقول لي في السيفير اشتغل بارا؟ اقول لك اه. طب اقنعني. السمباثيك بيعلي ضغط الدم. طب اذا زاد ضغط الدم ده ستيمولس محتاج لريسبونس عكسي. عشان اقلل البلاد بريشر يعني اعمل فازو دايلاتيشن، لازم الافرنت اللي رايح للفيسل يكون بارا سمباثيك. ودي من رحمة ربنا عليك، البارا سمباثيك هو اللي بيحافظ على الفيسلز بتاعتك انها ما تتقطعش. عشان كده اقول لك ايه، لو انت زعلان ساد سادنس يشتغل مين؟ اشتغل على طول، لازم افكر سيفير ولا مايلد. هنا بقى تتوقف، لو مايلد سادنس اشتغل السمباثيك، دي مهمة جدا لازم تبقى واخد بالك. لو سيفير اشتغل البارا سمباثيك. تقول لي طيب لو في انجر غضب، في اجريشن عدوانية، برضو على حسب درجة الغضب. يعني ساعات كتب في السيولوجي يقول لك ايه، يقول لك انجر يقلل الجاستريك امتينج، تمام، بس لازم تحدد حسب الدرجة نفسها. عشان كده الموضوع عام، ما تقوليش مع الايموشن هيقل الامتينج، حتى كمان مع البين مع الالم حدد درجة الالم مايلد ولا سيفير، ده في غاية الاهمية. كده اتكلمنا على اربع عناوين لغاية دلوقتي، ريسبتيف ريلاكسيشن، جاستريك ستورج ده التاني، ميكسينج التالت، الرابع امتينج. جيت في امتينج واتكلمت ستومك فاكتورز تلاتة، ديودينوم فاكتورز اللي هو نيرفس وهرمونال، والتالت اوت سايد ذا جي اي تي. خلي بالك في ناس لما تفرح قوي ممكن يزيد الجاستريك امتينج، وناس لما تزعل قوي يقل الجاستريك امتينج، فالموضوع سايكولوجيكال قوي. طيب نيجي النقطة الخامسة. النقطة الخامسة دي بقى تحصل لك لو انت مش واكل، تحس بانقباضات المعدة عندك. مش الطبيعي ان انا احس الاستومك بتاعتي كونتراكتنج، لا ده مش نورمال. فالنقطة الخامسة هنسميها هانجر كونتراكشن، يقول لك انقباضات الجوع او قرصة الجوع. طيب كلام ده على فكرة بنحسه لو احنا خرجنا الصبح بدري مش فطرانين، او في الساعات الاخيرة قبل ما ادفع الافطار في رمضان. تعالوا نشوف اللي حصل ايه في الطبيعي. في الميتابوليزم في سنة اولى اتكلمنا ان الهايبوثالاموس في نوعين من السنترز، في مركز الشبع وده كنت بسميه ساتايتي سنتر، ده الشبع، وفي مكان تاني اسمه فيدنج سنتر وده مركز الاكل عندي، يبقى ده ساتايتي وده فيدنج سنتر. طيب هو هل احنا بناكل طول الوقت؟ تقول لي لا، احنا مفروض معظم الوقت شبعانين، يبقى اكيد الساتايتي عامل انهيبيشن للفيدنج سنتر، انا بوقف الفيدنج. طيب بتوقفه على اساس ايه؟ لازم الساتايتي يكون واصل له جلوكوز،
ده اهم مصدر بالنسبه له، كانه تغذيه. طول ما السكر في دمك طبيعي، مركز الشبع انهبت، مركز الاكل في الهايبوثالاموس. ده العادي فينا كلنا. تقول لي بس انت بتقول هانجر كونتراكشن، يبقى تعالى بقى نعكس. ما عنديش سكر كافي في دمي، السكر واطي، هايبو جلايسيميا، ودي مهمة جدا. هايبو سكر بتاعك قليل جدا. طالما قليل الساتايتي ما اشتغلش، فما وقفش الفيدينج سنتر، فمركز الاكل في الهايبوثالاموس قال طب انا اعمل ايه؟ عمل حاجتين، بعت سيجنال للكورتكس لقشرة المخ فوق، قال له لازم تحس بجوع. طبعا الكورتكس او البرين بيحرق جلوكوز، فلازم يبقى في حاجة اسمها هانجر سنسيشن، يعني القوس الكبير ده بسميه هانجر سنسيشن، احساسي ان انا جعان. طب الاحساس محتاج لتصرف، فالفيدنج سنتر نزل سيجنال لتحت للمضلة وبالاخص للفيجل نيوكليوس اوف ذا مضلة، الاوريجين، منشأ الفيجاس. هتقول لي طيب والفيجاس ده يعني هيعمل ايه؟ بص بقى معايا، فينزل الفيجاس نيرف اهو للوول اوف ذا ستومك، لجدار المعده بتاعتنا. طب ليه ينزل لها؟ يعمل كونتراكشن للوول، ولاول مره بحس بانقباضات المعده بتاعتي. الطبيعي الانقباضات دي غير محسوسه، وهنفهم الكلام ده مع بعض في تالتة طب مع السي ان اس. ليه انقباضات المعدة انت مش حاسسها في الطبيعي، بتحسها وانت جعان؟ فالانقباضات دي تعتبر الارم، زي جهاز انذار ليك انت جعان دلوقتي لازم تاكل. ولو انت صايم في رمضان طبعا بتمسك نفسك لغاية الفطار، بس ده ألارم. تلاقي نفسك واحنا صغيرين كنا بنقول مش قادر، عصافير بطني بتصوصو، انا مش قادر استحمل الجوع، قرصني جامد جدا. هو ده الهانجر كونتراكشن. يعني الفيدنج عمل حاجتين، بعت سيجنال للكورتكس فور سنسيشن اوف هانجر، احساسك بالجوع، ونزل للفيجال نيوكليوس والفيجاس عمل كونتراكشن متتالية للول. تخيل انقباضات متتالية لمعدة فاضية، ها هتاكل امتى؟ فدي نقطة مهمة جدا. عايز اقول كلينيكال ابليكيشن، عايزين نقول تطبيقات كلينيكية مهمة جدا. نفترض مريض سكر، راجل عنده ديابيتس، خدتوا الكلام ده في سنة أولى. مريض السكر الإنسولين عنده قليل، ففي بعض المرضى لازم يتعالج بحقنة إنسولين. سؤال، هل يفطر قبل الحقنة ولا بعدها؟ تقول لي الإنسولين ده بيعمل إيه؟ هو طلع لان الجلوكوز او الانسولين بيعمل هايبو جلايسيميا، تمام. طب ايه اللي يحصل؟ لابد ان الحقنه دي ياخدها بعد ما يفطر. ليه؟ لان هو في الحاله دي السكر واطي، فالساتايتي مش هتقدر تعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر، فالفيدنج لازم يشغل الفيجال نيوكليس
اللي يطلع فيجاس تو كونتراكت ذا وول. دي نقطة مهمة قوي، فلا بد ان الحقنة تكون بعد الفطار، لانه لازم يكون واكل، لان الانسولين هيعمل ايه؟ هايبو جلايسيميا، هيقلل السكر في الدم. طب انا لازم اكل الاول ثم سكري يقل، فدي نقطة مهمة جدا. طيب اديلك كلينيكال ابليكيشن تاني. نفترض ان انا اديت اتروبين، معروف ان الاتروبين في سنة اولى اوتونوميك بلوك او مسكارينيك بلوكر للاسيتايل كولين اللي خارج من الفيجاس، كأني بقول لك الاتروبين هيبوظ شغلك يا فيجاس. انت بتشتغل بايه؟ باسيتايل كولين، فانا مسكرينك بلوكر عليه. هتقول لي طالما الفيجاس مش شغال يبقى اخبار الهنجر كونتراكشن ايه؟ مش هتحصل طبعا، لان الهنجر كونتراكشن معتمد على ابعت رسالة للفيجال نيوكليس، انزل يا فيجاس اللي هو القوس الاحمر، روح للول تو كونتراكت. فكأنك قطعت الفيجاس، انت ما قطعتوش لكن انت بوظت شغله. طب سؤال، هل العيان ده يحس بالجوع؟ اه، لان الفيدنج هيبعت سيجنال للكورتكس مش معتمد على الفيجاس، فالعيان ده عنده هانجر سنسيشن ولكن ما عندوش هانجر كونتراكشن. دي لأ، لكن اللي فوق هيحصل. كلها تطبيقات عملية عشان تعرف أهمية وقيمة الموضوع اللي بنقوله النهاردة. في نهاية هذا الفيديو، الجاستريك موتيليتي كانوا 5 أنواع: 1 ريسبتيف ريلاكسيشن، 2 جاستريك ستورج، 3 ميكسينج، 4 جاستريك امتينج بالفاكتورز، 5 هانجر كونتراكشنز.